السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كنتمنى تكونوا في أحسن حال. اليوم درت هاد الفيديو هذا على الحجر اللي كيكون بالجبس، كيكون في هاد الشكل هذا، وكاين الأشكال بزاف. كيفاش الطريقة باش تصبغوا وترجعوا بحال الشكل ديال الحجر الطبيعي، يعني الألوان اللي كدير وكيفاش طريقة الخدمة. كنت درت واحد الفيديو قبل، من هذا، وبزاف الإخوان أخذوا عليا وعاتبوني على علاش كندير الفيديو وكنديرو من الأول، ما كنديرش من الاول، ما كنديرش الطريقه دخلت اللون، كنبدا الخدمه يعني من الوسط، واخذوا عليا. وانا خديت هاد المؤاخذات ديالهم وهاد العتاب ديالهم خديته، وحاولت اليوم ندير هاد الفيديو هذا. ان شاء الله غنديرو من الف حتى الياء على طريقه الخدمه باش الاخوان يستافدوا، وانا كنطلب منهم مسامحه. الان هاد الفيديو غنديرو من الاول، وغتشوفوا معايا الفيديو كيفاش غتكون وشنو المواد اللي كنحتاج وباش كنخدم من الالف حتى الياء. اول حاجه كنحتاج غراتوار وشي شطبه تكون حرشه شويه، يعني تكون سبيب مو تكون حرشه، باش نمسح بها القبص على حساب داك الشوائب اللي كتكون لاصقه في الجبس والاوساخ كاملين. كنحاول نحيدهم بالغراتوار او الكوتشيه على حساب ما كيقول الاخوان. كنحاول ننظر على كامل اي حاجه لاصقه في الجبس، كنحاول نحيدها، كنتبعو بالخاطر، لان اول مرحله هي التنقيه ديال الجبس. خص ضروري يتنقى مزيان ويدوز عليه الشطبه يتشطب كما كتشاهدوا، يدوز عليه كامل. نتوما الاحسن الجبس يكون يابس، يعني ما يكونش فازق، باش تكون الخدمه مزيانه ما يكونش باقي فيه شويه ديال الماء ولا البزوقيه، يحاول يكون ناشف 100% عاد باش يمكن يخدم فوق منه. صافي، وبعد ما كنقيه كامل، كنتاكد من نقيته كامل، ولا كان شي شق نسدو ولا شي حاجه. انا هاد القبص هذا ما فيهش شقاق بزاف، انا كنحاول دابا نحيد غير داك البقايا ديال الجبس اللي كتكون فيه، وكنكمل. كنحتاج اناء خاوي وشويه ديال الفينيل اللي في داك الاناء الاخضر، فيه الفينيل او صباغه مائيه بيضاء، والكولا ديال الجريفي او كيقولوا بقى الاخوان الورنيش. الكولا غنخوي تقريبا شي كيلو تقريبا ديال الكولا، كيلو، وغنخوي فيها شويه ديال الفينيل، يعني صباغه مائيه بيضاء، كنخوي فيها شويه صافي. وكنضيف القليل من الماء وكنخلط، كنضيف فيه القليل، لان الكولا ما كتبغيش تطلق بالماء، خوي في الماء بزاف ما كتبغيش تطلق. كنحاول نخوي شويه حتى كنحرك مزيان حتى كيتخلط، عاد نعاود نزيد عليه الماء صافي. كنخلط مزيان صافي، وكنعاود نضرب داك الجبس اللي عندنا، كنحاول نضربو غير من الفوق كوش وحده. وكنحتاج داكشي بانسو ديال الفيرني، بانسو ديال الفيرني تكون مزيانه هي اللي كنخدم بها، وكنحاول نضرب غير من الفوق، منحاولش نصبغ الجبس كامل، يعني كتحاول تضربي من داك الفوق، كتحاول تخلي داك الجوانات اللي داخل داك الجناب كتحاول تخليهم، يعني كتضرب غير من الفوق. هادو هما كتشاهدو، كنحاولش ندخل داك الجناب، كنحاول نضرب غير من الفوق، يعني بانسو غير كنرطبها من الفوق، منحاولش ندخل داخل، باش ملي كندوز داك الالوان اللي كندير داك الداخل كيكون ما فيهمش الكولا، كيشربوا اكثر وكيبانوا مغموقين على اللون اللي كيكون من برا، وهذا اللي كيعطي واحد المنظر ديال الحجر. انتما كندوز دائما للفوق، ما كندخلش داك الجوانات داك الجناب ديال الحجر، كنحاول نضربها من الفوق، كندوزو كامل، يعني كيدوز ساهل، كندوز دائما للفوق بالزربه، كتمسحو كامل بداك الفينيل والكولا اللي كنت خلطت. تقريبا نسبة الكولا قليل، نسبة الفينيل قليلة، يعني الكولا اللي كتكون كثيرة كنمسحو كامل من الفوق، باش اللي كندوز داك الكوش ديال الألوان ما كيبقاش يشرب ليا، يعني كنحاول ندوز ما كيشربش، حيت القبص معروف عليه كيشرب، ملي كندير الكوش ما بقاش كيشرب. وكناخذ ثاني ثلاثة ديال الأواني فارغة، ولا تانت وحدة كحلة وحمراء وكريم، وكنخوي داك الكولا اللي كنت خدام بها نيت، كنفرق على ثلاثة تقريبا، ثلاثة يكونوا متساويين، ولا يحاول واحد يكون اللي غنخلط فيه كريم يكون شويه زايد، ماشي مشكل، المهم تقريبا يكونوا متساويين يكون احسن. وكنخلط الالوان، ثلاث الالوان تقريبا، بيج
كيكون مختلفين غير في الكولور، كيكون واحد بيج كريم وبيج جري وبيج احمر، يعني بيج غادي الاحمر. نحاول نخلط الالوان على حسب التصور اللي عندي، نحاول نخلط مزيان تقريبا. الكره ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه بزاف، يعني تكون على حسب الخدمه، تكون خفيفه باش تمشي في البانسو تمشي مزيان. هانتوما كتشوفوا كنخلط اللون، يعني ثلاث الالوان يكونوا مختلفين شويه وما يكونوش مغلوقين، لان الكره كما كتعرفوا راه كت يعني الورنيش او الكره ملي كيكون فيها اللون وكتنشف كتزيد تفونص اللون كيزيد يتغلق، يعني خصكم ديروا هذا الشيء بعين الاعتبار باش ملي ديروا اللون ماشي غينشف يبان لكم فونسي وتصدموا فيه، خصكم ديروا حساب بانه ملي كينشف كيزيد اللون ديالو كيبان، يعني من الاحسن ديروا اللون مفتوحين لان يلاه غينشف غيعطيكم اللون اللي بغيتو، ومع الممارسه راه كيبان كيعرف هذا الشيء. هذا انتم كتشوفوا اللون الاول انا خلطته، هذا اللون الثاني صافي كتخلط عادي. الالوان كيكونوا يعني في يبقوا غادي في نفس الشكل، غير واحد زيد فيه الاحمر وواحد زيد فيه الكحل وواحد زيد فيه الاحمر والكحل والكريم، يعني كلشي اللي كيكون زايد. وكنخدم بثلاث الالوان، يعني اي لون فيهم راه مخلط بثلاث ديال الالوان باش كيتخلط داك اللون ديال الحجر. هانتوما كتشوفوا دخلت الالوان كاملين، يعني تحاول تخلط الالوان ما يكونش مغلوقين. انا كما سبقيا قلت لان الكولا كتنشف اللون ديالها كيزيد يتفونصا، يعني خصك دير هذا الشيء هذا في عقلك بان اللون اللي غتخدم به راه غيتفونصا اكثر من القياس. هانتوما كتشوفوا واحد غادي للكري واحد غادي للاحمر واحد غادي للكريم، وكنشدو اللون الاول اللي هو اللي غادي للكريم كنحاول نخدم به هو الاول بحال اللي سبقت، ماشي مشكل، غير انا كنحاول نخدم باللون اللي بغيت نخدم به. انتم كتشوفوا كنصبغ اللون الكريم كنضربها من الفوق مربعة واحدة بوحدة، انتم كتشوفوا بهذه الطريقة هذه، يعني كتخدم بطريقة عشوائية ماشي غتضربهم جوج ملاصقين، تقدر تضرب جوج وحدين وتبعاد تضرب وحده، يعني تحاول تبقى تخدم عشوائي لان الطبيعه كتكون اصلا عشوائيه، وفي الاخير كتجي واحد اللوحه مزيانه، يعني الا ستفتيهم وحده 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 بواحد الطريقه منظمه يقدر ما يجيوش مزيانين. تحاول تخدم عشوائي جوج هنا وحده وحده في هذا الطرف، يعني تخدم هكا وفي الاخر كيعطي واحد المنظر زوين، كيعطي واحد المنظر كتشوف ثلاث الالوان في لوحه واحده، يعني كيكون ديك كلهم كيجيو مزيانين. انتم غتشوفوا في الاخير الفيديو نكتب هكا، وكنتمنى يعجبكم الفيديو لان كندير واحد الجهد وكنزرب شويه الفيديو على حساب باش ما يجيكمش ممل، لان لو بغيت ندير التفاصيل كامله ديال الخدمه من الاول حتى الاخير راه يقدر ساعه المكانه ساعه ونص حتى ساعتين المكانه باش غادي دير فيديو لما زربتيش. يعني انا كنحاول ديك الساعه المكانه ولا ساعه ونص كنحاول نزربها شويه باش كتجي خفيفه عليكم وتجي في واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه تجي قليله، بعدا بنادم يقدر يعطيها اهميه لان غيستافد منها، خصوصا بعض الاخوان كيكونوا كيسولوا على هاد الطريقه هادي. الان انا كندير فيديو ان شاء الله بلا ما يشوف يستافد، ولا عندكم حتى شي مقترح ولا شي حاجه لاحظتوها ماشي هي هذيك في الفيديو تخليو لي في التعليق انا غنجاوب عليها ماشي مشكل. انا عاوتاني كناخذ اللون الاخر كما كتشوفوا هاد اللون هذا هو غري بيج غادي للغري، يعني هذا زيد فيه واحد شويه الاسود باش يعطي هاد اللون بحال غري. هو في الحقيقه ملي كتكون كتصبغ في الاول ما كيعطيكش اللون الاصلي اللي غيبقى، لان فاش كينشف كيتزاد اللون ديالو كيبان اكثر، ما حد كينشف ما حد اللون كيعطي اكثر، لان كيكون في الاول بحال بهاد شويه ملي كيبدا ينشف كيعطي اللون. وبعض الاخوه اللي معلمين راه عارفين هاد القضيه هذه، يعني الكولا كتكون في الاول بيضاء ملي كتنشف كتولي شفافه، يعني من داك اللون كيبقى يبان غير لاتانت ديك الساعه. نتوما كنشاهدو
الطريقه تقريبا سهله، كتاخذ واحد شويه الوقت، ولكن في الاخير كتكون عطي منظر احسن. كان سبق لي درت فيديو عليه، والاخوان الاصدقاء اللي كيتابعوني في اليوتيوب اقترحوا عليا بانني ندير فيديو من الاول، ما نبقاش ندير الطريقه من الوسط. وهذا الشيء كامل انا درت لكم هذا الفيديو، هذا نحاول تستفدوا منه مزيان. عاوتاني كناخذ اللون الاخر، الثالث اللون اللي كنتخلط، والثالث اللي هو غادي الاحمر بيج، غادي الاحمر شويه. نحاول ندير بنفس الطريقه اللي خدمت بها اللون الاول والثاني، كنخدم تاو يعني طريقه عشوائيه، وحده هنا جوج، الطريقه حتى كنسالي القبط كامل. Seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est toreros, devait s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automats. Le spectateur est dans la tête. Cet opéra après fracas, apostrophe, tu sais ta page, pour c'est jusqu'à ce languir, car c'est la fête du courage, c'est la fête du chien de guerre. Allons, en garde, allons, allons. وبعد ما ساليت من الخدمه كنحاول ديك الالوان اللي شاطوا ليا، كنضيف اللون البيج كري على البيج الكريم، وكنحاول نضيف حتى شويه من البيج اللي غادي الاحمر، كنحاول نضيف منه شويه. هما كنضيف من ديك الالوان اللي عندي، حتى كنحاول نحصل على اللون اللي هو بحال اللون ديال الحجر او اللون ديال التراب، يعني كيعطيني واحد اللون بيج بحال لون الكرتون او لون ديال التراب، وانتم على حسب اللون اللي عندكم اللون اللي بغيتي ديروه في الحجر ديالكم. وكنضرب به القبص ديالي، كنضربو حاول نضربو جينيرال، يعني كنضربو كامل، كنصبو عادي بحال كنصبو، وكنحاول نرجع من بعد كنليسيه. المهم كنحاول نضرب مع المساحه، وكنرجع كنمسح من الفوق بنفس البانسو اللي انا خدام بها. وهانتوما كتشوفوا داك الالوان اللي كدرت في الاول كيبقاو باينين، غير هما كيتجانسوا. هذا اللون اللي كنضرب في الاخر كيحاول يجي كيتجانسوا بيناتهم، وحتى داك اللون اللي كنخليه ابيض حتى هو كيشد واحد اللون زوين وكيجي مزيان. انتم كتشوفوا بزاف الاخوان كيسوني على الطريقه هذه، انا درت دابا فيديو، نحاول نتمنى لكم تستافدوا منا. ولا عندكم شي ملاحظه مرحبا، انا ما عنديش حتى شي مشكل. وان شاء الله كاين واحد الفيديو اخر ديال الخشب حتى هو غنديرو ان شاء الله، وغندير الطريقه ديالو من الاول وكيفاش كنخلط فيرنيت انتي ان شاء الله. انا خدام دابا كنخدم فيه، ان شاء الله غير تفينا غادي نديرو. انتما كتشوفوا كندوزو كامل من الفوق طريقه عاديه، المهم بحال كتصبغ صافي. راه ملي كينشف دابا راه هكا كيعطي شكل ديالو زوين، ولكن ملي كيزيد ينشف كيعاود يزيد يعطي حسن، لان اللون كيزكى. لان دابا كما قلت لكم في الاول اللون الكولا ولا اللون ديال الورنيش على حسب الاخوه كل واحد كيش كيسميه، ملي كينشف اللون ديالو عاد كيعطي مزيان. يعني في الاول كيكون اللون بحال فاتح، وملي كينشف كيزيد يتفونص شويه وكيعطي مزيان. انتم كتشوفوا في الاخير غيجي واحد المنظر معتبر، وغيجي بحال الحجر طبيعي، يعني احسن ما تصبغوا بلون واحد. كاين بعض الاخوه كيشدوا كيصبغوا كامل مثلا بالكريم، او كيصبغوا بالكري او بالاسود، وما كيكونش مزيان. انا بالنسبه ليا كتجيني لي احسن طريقه ليه باش يتصبغ، كيجي مزيان غير شويه الوقت والخدمه كتجي احسن. هانتوما، ومن بعد كنسالي كناخذ الفينيل صبغه مائيه، وكنحاول نحيد ديك الاوساخ اللي درت بالبانسو باش خدمت
الكولا على شكل الحجر الالوان، كنحاول ندوز نحيد ديك الاوسخ كاملين باش يعطي الفينيسيون مزيان. انتم كتشوفوا لان ما يمكنش ندير سكوتش على حسب الحجر كما عارفين طالع وهابط، يعني من الاحسن كنصبغ بالبانسو، تكون البانسو مزيانه، وكنحاول نحيد ديك الاوسخ. الا تحيدوا بكوش وحده مزيان، ما تحيدوش كنحاول ندير كوش اخرى من الفوق باش نحيد داك الاوساخ. المهم انتما كتشوفوا الطريقه كيفاش صافي. في الاخر كتعطيني منظر مزيان، في الاخر غتشوفوا الطريقه كيفاش جات فينس ديالها. كنتمنى يعجبكم هاد الديكور هذا، انتما كتشوفوا جا مزيان. هو جا مخير، خدمتو في ثلاثة ديال الجهات، كاين في هاد البلافو هذا كاين جوج، وكاين في البلافو ديال الكولوار جوج اخرين خدمتهم. هانتوما كتشوفو تقريبا نفس الخدمة، جاو مزيانين. يمكن لك دير الالوان كما هادو، هادو راه بان ليا يعني مغلوقين شوية، يمكن لك دير الالوان مفتوحين عليهم او تبقى بنفس الالوان هادو، ولا تغلق اكثر يعني انت على حسب اللون اللي بغيتي دير الحجر. والطريقه انا وريتكم الطريقه، كيبقى غير اللون يعني اللون اي واحد يخلط بالطريقه اللي عجباته، الالوان اللي عجبوه يقدر يديروا قريب بوحدو، يقدر يدير على حسب الالوان اللي عجبوه. وان شاء الله الفيديو الجاي غندير لكم على هاد الجهه هادي، غنديرها بشكل العود ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ونكون توفقت في ايصال المعلومه لكم، ونكون خفيف عليكم، ما نكونش ثقلت عليكم بزاف في الفيديو. وكنطلب من الاخوان اللي استفدوا من الفيديو وعجبهم ما ينساوش يديروا جيم ويشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالهم اللي كيهمهم الامر ديال الصباغه الزينيه. وكنطلب من الاخوان اللي ما عجبهمش الفيديو يخليوا لي تعليق علاش ما عجبهمش الفيديو هذا، لان بالاراء ديالكم باش كنزيد انا للقدام. والسلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automats. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est opéré après fracas. Apostrophe, tu sais ta page, pour save jusqu'à ce languir, car c'est la fête du courage, c'est la fête du chien de guerre. Allons, en garde. Hello, hello, Toreador, en garde, Toreador, Toreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend. L'amour, l'amour t'attend. Tout d'un coup, on fait silence, on fait silence, à quoi se passe-t-il? Plus d'écrisser le sang, le taureau s'élance en bannissant auditorie. Il s'élance, il entre frappe, en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah, bravo taureau!